بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين، اللهم آمين. حياكم الله أحبابنا الكرام، طلاب الصف السادس من مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي عن أحكام النجاسات، وتحدثنا عن حكم هذه النجاسات وبعض تفاصيلها، وشاهدنا فيديو خاص بهذا الدرس، ولمن لم يشاهد أحكام النجاسات الجزء الأول يرجى مشاهدته في القناة. ننتقل وإياكم إلى أهداف الحصة. أهداف الحصة سنستذكر وإياكم ما تم أخذه سابقا، وسنتعلم كيفية إزالة النجاسة وبيان مفاهيم الدرس، ولنبدأ على بركة الله. إذا أتينا إلى ما أخذناه في الفيديو الماضي سريعا، فإننا نجد أننا تحدثنا عن حكم وتعريف النجاسة. تعريف النجاسة هي القذارة، هي الشيء الغير محبب الذي أمرنا الإسلام باجتنابها، أي الابتعاد عنها، ويجب علينا الطهارة منها. أما حكمها فقلنا أنها واجب لقوله تعالى وثيابك فطهر. والفرق بين النجاسة العينية والحكمية، النجاسة العينية هي النجاسة التي تقوم فيها النجاسة بذاتها، أي كالدم والبول والقيء والخنزير والكلب والميتة. أما النجاسة الحكمية فهو الثوب المتنجس بالبول أو الدم أو غير ذلك، أو الأرض التي عليها شيء من النجاسة. النجاسة الحكمية أصلها طاهر، ولكن طرأ عليها شيء فتنجس، طرأ عليها النجاسة العينية فتنجست، فأصبح حكمها النجاسة حكمية، أصبح اسمها النجاسة الحكمية. مما لا شك فيه أن هناك أثر للوقاية من الأمراض حين نتطهر من النجاسات، فالنجاسات تحتوي على الكثير من الميكروبات الناقلة للأمراض التي تؤثر على صحة الإنسان وتضعف جسده. لذلك فقد أمر الله تعالى بالتطهر من النجاسات حفاظا على طهارة المسلم وحفظا له من الأمراض. ففي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا أحباب، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومما لا شك فيه أن من مجالات المؤمن القوي أن يكون قويا في بدنه، نظيفا صحيحا نشيطا ليس كسولا، ومن ذلك نشاهد أثر تطهير النجاسات في الوقاية من الأمراض لدى الإنسان المؤمن. نأتي الآن إلى كيفية تطهير النجاسات. إذا وجدنا دما أو بولا أو أصاب الكلب شيء من أشيائنا أو أغراضنا أو أصابنا نحن، ما الذي سيحصل؟ ماذا سنقوم بفعله حتى تتطهر هذه النجاسات؟ بكل تأكيد أنتم تعلمون أمور هذه، أمور بسيطة ومما علم من الدين بالضرورة، ولكن نعيدها لكم للاستذكار. أولا، إذا سقطت نجاسة كدم أو بول على الثوب، فيجب علينا حتى نزيل هذه النجاسة أن نغسل الثوب بالماء حتى تزال هذه النجاسة. طبعا إذا كان له أثر لا بأس بأن يتوضأ الإنسان ويصلي، ولكن من أجل نظافة وشكل الإنسان إذا كان لديه ثوب آخر يجب أن يستبدله بثوب آخر. وجود بول على التراب، إذا وجد بول على التراب ونريد أن نصلي مثلا في الصحراء مع ربعنا إلى آخره، ماذا سنفعل؟ نقوم بغسله بإراقة الماء عليه. عندما ترمي الماء عليه كأنك أنت قد طهرته. سقوط روث حيوان لا يؤكل لحمه على الأرض، مثلا الخنزير أو غيره من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، إذا سقط روثها يعني الشيء الذي يخرج من دبورها، ما الذي سنفعله؟ تزال النجاسة وتغسل ويغسل مكانها. إذا كان هناك كلب أكل أو شرب من إناء في المنزل، ماذا سنفعل؟
نغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب، ولننتبه إلى ذلك. وهناك خلاف في هذه المسألة بين لعاب الكلب، هل هو طاهر أم نجس؟ وكل ذلك موجود ومذكور في الفتاوى، لمن أحب أن يراجع هذه المسألة فليتواصل معي. بداية يا أحباب، قبل أن ننطلق إلى الصفحة، لننطلق معكم في هذا الفيديو ثم نعود إليكم ونستكمل أسئلة التقويم. كيف يتم التطهر من النجاسة؟ ركزوا وانتبهوا. يكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عين النجاسة وحقيقتها عن الموضع المتنجس بأي وسيلة كان ذلك، باستخدام الماء أو غيره. سؤال يطرح نفسه: هل نكرر غسل موضع النجاسة؟ الشارع أمر بإزالة النجاسة ولم يشترط في غسل النجاسة عددا معينا إلا في نجاسة الكلب، وهي لعابه وبوله وغائطه. انتبهوا معي، ما هي كيفية غسل نجاسة الكلب؟ ينبغي أن تغسل نجاسة الكلب 7 غسلات إحداهن بالتراب. انتبهوا، بقية النجاسات غير نجاسة الكلب يكفي لطهارتها زوال عين النجاسة وحقيقتها، ولا يضر بقاء اللون والرائحة. لنفتح جميعا على صفحة 58 ولننطلق إلى التقويم. السؤال الأول: عرف النجاسة، هذا تعريفها، ضع المصطلح المناسب، ما هي النجاسة الحكمية؟ هي التي تقع على الشيء فتنجسه ويمكن تطهيرها وإزالتها. أما العينية فهي التي بذاتها نجسة، لا يمكن لنا أن نطهرها. الدم هل يمكن تطهيره؟ أو البول أو القيء؟ لا يمكن ذلك. لكن إذا وقع على شيء يصبح نجاسة حكمية فيمكن تطهير هذا الشيء. اكتبوا وسأعود إليكم. أوقفوا الشاشة يا أحباب. طيب، السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي: الثوب الذي أصابه بول كثير حكمه هل يعفى عنه أم يغسل 7 مرات أم يرش مكان البول بالماء فقط هكذا رش، أم يغسل بالماء حتى تذهب عين أي ذات أي نفس النجاسة؟ أكيد هذه يغسل بالماء حتى تذهب عين النجاسة، ضعوا عليها إشارة. اكتب في الجدول مثالا لكل نوع من أنواع النجاسات الآتية: نجاسة عينية ذكرنا كثيرا منها وأنتم حفظتموها، والنجاسة الحكمية هذه. ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. من النجاسات العينية: الميتة من السمك والجراد. قلنا يا أحباب أن الميتة نجسة، ولكن السمك ليس نجسا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن السمك لا تحتاج أن تذبحها وهي حية، وأن تذبحها من مكان معين من الوريد كما يحصل مع الخرفان وغيرها من الحيوانات عندما تذبح ذبحا شرعيا صحيحا، وإنما لا بأس بأن تأكلها وهي ميتة، تنظفها ثم تضعها في الفرن في الشواء بالعافية والهناء إن شاء الله. وكذلك الجراد، وكذلك الجراد لا يحتاج لأن يذبح ذبحا صحيحا من الرقبة أو شيء، وإنما يؤكل هكذا. ويعد الكلب من النجاسة العينية، نعم صحيح. النجاسة الحكمية أمر طارئ كما قلنا يمكن تطهيره، والمقصود باليسير من النجاسة هو القليل وما تعارف عليه الناس أنه قليل. هل كتبتم هذه؟ نأتي إلى السؤال السادس، اكتب بجانب كل نوع من أنواع النجاسات في الجدول كيفية تطهيرها. هذه شكل النجاسة وهذه كيفية التطهير. في نهاية هذه الحصة أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الفائدة والقبول والإخلاص، اللهم آمين اللهم آمين. أذكركم ببعض النقاط: لا تنسوا الاطلاع على المنتديات الموجودة وجلسات المناقشة في موقع المدرسة، وأن تقوموا بكتابة الواجبات والتطبيقات وحل أسئلة التقويم في الكتاب، وأن تقوموا بالاستعداد للاختبارات المنتصف بعد تقريبا 25 يوم تقريبا، الاختبارات على الأبواب. فيسر الله أموركم ووفقكم لكل خير، اللهم آمين اللهم آمين. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.